مصر بتمتلك القدرة للحفاظ على أمنها القومي وحماية حدودها، وده كان واضح جدا لما شفنا إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني. سيد الرئيس كان ليه كلمة مهمة جدا خلال استعراض إجراءات تفتيش الحرب، قال إن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة، هدفه حماية الحدود دفاعا عن الأمن القومي ومصالح مصر. أنا قلت الكلام ده وبكرره، محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها إن لديها جيش هو الأقوى في المنطقة دي، جيش وطني شريف صلب، وصلبته نبع من شرفه. مصر تمتلك القدرة للحفاظ على أمنها القومي وحماية حدودها، وتجلى ذلك من خلال إجراءات تفتيش الحرب، وهي للتأكد من استعداد القوات لإتمام عمليات عسكرية، كما أنه يأتي في شهر احتفالات مصر بالعيد الذهبي لنصر أكتوبر عام 1973 على إسرائيل. وفي مداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، شدد الرئيس على أن الأمن القومي والحفاظ عليه هو دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة بهدف حماية الحدود دفاعاً عن الأمن القومي ومصالح مصر، وقال: مصر لم تكن أبداً تتجاوز حدودها وأهدافها، كما تحافظ دوماً على أرضها وترابها دون أن تمس. وهنا برضو مهم أوي أن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس، هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد يوم الأربعاء اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالسويس للجيش الثالث الميداني، وإجراءات رفع الكفاءة القتالية وتطويرها وتزويدها بأحدث نظم التسليح لتمكينها من القيام بمهامها القتالية وحماية الحدود المصرية في الاتجاه الاستراتيجي. رافق الرئيس السيسي خلال جولته التفتيشية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وأكد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب الشريف جودة العريشي أن رجال القوات المسلحة دونوا يوم السادس من أكتوبر عام 73 في سجلات الشرف أعظم الملاحم وأروع البطولات خلال تلك الحرب المجيدة. إن الناظر والمتأمل في دروس التاريخ وأحداثه لن يمعن النظر طويلاً حتى يكتشف أن القوي لا يستطيع أحداً أن يهدد مصالحه أو يعتدي على مقدراته، وقدرة مصر أن تعيش في منطقة شديدة الاضطراب، ولعل المشهد الضبابي الذي يكتنف منطقتنا هو ما يجعلنا أكثر حرصاً على تقوية أنفسنا بامتلاك أحدث منظومات القتال في العالم، لنكون قادرين على مجابهة المخاطر والتحديات التي يمكن أن تؤثر على أمن مصر القومي. عقب ذلك شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلماً تسجيلياً من إعداد إدارة الشؤون المعنوية بعنوان طريق النصر، والذي استعرض بطولات وتضحيات الجيش الثالث الميداني ومشاركته في الدفاع عن قناة السويس ودوره العظيم في حرب السادس من أكتوبر. كما أشار الفيلم التسجيلي إلى القوة التي يتمتع بها الجيش الثالث الميداني، خاصة مع امتلاكه أحدث الأسلحة البرية والبحرية والجوية التي تعبر عن رؤية القيادة السياسية في مواجهة التحديات المتنامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كما أشار الفيلم التسجيلي إلى الدعم الكامل المقدم من القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الثالث الميداني في توفير كافة الإمكانيات اللازمة للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد القتالي، حتى يكون قادراً على تنفيذ كافة المهام المكلف بها، ليثبت دائماً أن الجيش الثالث الميداني هو السيف والدرع الحامي لحدود مصر الشرقية. ثم ظهرت على المنصة قوات المشاة ومنها المركبة بيكي، ناقلت جند مدرعة برمائية روسية الصنع، ودخلت الخدمة عام 1968
وتتميز بالقدرة العالية على القتال في جميع أنواع الأراضي. أيضاً المركبة BMB مركبة قتال مدرعة برمائية دخلت الخدمة عام 1970، وتعتبر من أحدث مركبات القتال المدرعة التي اشتركت في حرب أكتوبر وصممت لقتال الأفراد من داخل المركبة، وتتميز بالسرعة العالية على المناورة وخفة الحركة. ثم ظهرت المدرعات، منها الدبابة T-34 روسية الصنع من إنتاج عام 1940، وتم انضمامها للخدمة عام 1955، وتزن 32 طناً ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان ومدفع 85 مليمتر. الدبابة T-54 روسية الصنع من إنتاج عام 1947، وانضمت للخدمة عام 1958، وتزن 36 طن ومزودة بمحرك قدرته 520 حصان، واشتركت في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. ثم الدبابة T-55 قتال متوسطة روسية الصنع من إنتاج عام 1962، وانضمت للخدمة عام 1965، وتزن 36 طناً. الدبابة T-62 روسية الصنع من إنتاج عام 1965، وتعتبر أحدث دبابة تم اشتراكها في حرب أكتوبر حينما انضمت للخدمة عام 1972، وتزن 37 طناً. ثم ظهرت قوات المدفعية، ومنها ناقلة محمل عليها الهاوتزر 152 مليمتر مجرور روسي الصنع، واشترك في حرب أكتوبر بعدد كتيبتين أثناء تنفيذ التمرين النيراني بمهمة الضرب على التحصينات الميدانية، ودخل الخدمة عام 1932. وناقل محمل عليها المدفع 100 مليمتر مجرور والهاون 120 مليمتر روسي الصنع، ويعتبر المدفع هو العيار السائد لمدفعية الرمي غير المباشر. وفي حرب أكتوبر تم تسليح ألوية مدفعية الفرق المشابه بإجمالي 10 كتائب. ثم مرت ناقلة تحمل قارباً مطاطياً وخشبياً يستخدم في اقتحام الموانع المائية روسي الصنع، وانضم للخدمة عام 1969 بحمولة 6 أفراد وسرعة 5 كيلومترات في الساعة. وظهرت ناقلة محمل عليها أجهزة ومعدات الحرب الكيميائية روسية الصنع، عبارة عن مهمات الوقاية الفردية وأجهزة الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي ومعدات التطهير الكيميائي ومعدات إنتاج الدخان والمواد الحارقة. ثم المركبة بيردم المدرعة برمائية روسية الصنع، وانضمت للخدمة عام 1969، وهي مركبة استطلاع مدرعة مسلحة برشاش عيار 14.5 مليمتر ورشاش موازي، وشاركت في حرب أكتوبر. وأبرز ما تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، مجموعة من الصواريخ البحرية التي تطلق من السفن وغواصات أمريكية صغيرة لنقل الضفادع البشرية لإنجاز مهامها، ومجموعة من الصواريخ والتوربيدات. كما شهد الرئيس اصطفاف ناقلات جند ومعدات لقوات المظلات والقوات الخاصة ومجموعة من القوات المدرعة المصرية التي تخدم في نطاق الفرقة. عرضت أيضاً مجموعة من الطائرات الشراعية وقاذفات صاروخية وعربات نثر الألغام وعربات مثبت عليها كاميرات حرارية وعربات رادار. وشهد الرئيس عرضاً لقوات الاستطلاع التي ضمت طائرات مسيرة استطلاعية ومحطات إعاقة رادارية. كما تم تفقد تشكيل جوي لطائرات C-130، وهي طائرة نقل متوسطة أمريكية الصنع لها قدرة عالية على المناورة والإقلاع والهبوط من الممرات القصيرة، وطائرتين طراز كاسا ومناورات تشكيل طراز F-16، وهي قادرة على حمل صواريخ جو-جو. بالإضافة إلى تفقد تشكيل طائرات متعددة المهام من طراز رافال من الجيل الرابع المتقدم ذات أنظمة قتالية فريدة وعالية تمكنها من تنفيذ جميع المهام بمدى كبير على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وهي قادرة على حمل 14 طناً من الوقود ومعدات التسليح. اللي حضراتكم شفتوه من خلال هذا التقرير من خلال الفرقة الرابعة، اصطفاف الفرقة الرابعة، ده بالمناسبة يعني من عدة وعتاد وأفراد يعتبر جيش بالنسبة لدول تانية. هو تشكيل كامل قادر على أي تنفيذ أي مهمة، وزي ما قالوا قادرين لطي الأرض. دي قواتنا المسلحة من دبابات وطيارات وعدة وعتاد وأفراد ومقاتلين، كله على أهبة الاستعداد في حال احتجنا للتدخل في بهذا الشكل. امبارح بعد الحادثة اللي شفناها بتاعة طابة ونويبع شفنا بعض الكلام على السوشيال ميديا، كلام عن غير فهم. في بعض الناس بتحركهم حب الوطن والغير على الوطن، وده بالمناسبة مفهوم ومقدر، لكن في ناس بدأت تفتي بشكل غير مفهوم ويضر
بالمصلحة العامة. لازم تثق كويس جدا في جيش بلدك، وتثق كويس جدا في قدرته على تنفيذ أي مهام، وأعتقد أن ده واضح. ولازم تكون عارف قدراته عاملة إزاي. وبالمناسبة كل الدول العظمى عارفة قدرات القوات المسلحة المصرية عاملة إزاي من خلال التدريبات العسكرية المشتركة اللي بتجريها مع قواتنا المسلحة، واللي بتؤكد أن جيشنا جيش قوي، ولكنه جيش يحمي ولا يعتدي يا جماعة. ده بكل تأكيد يا محمد، انت اشرت لنقطة مهمة جدا. فكرة ان احنا طبعا بعد ما سمعنا عن هذين الحادثين فجأة لقينا 105 مليون محلل عسكري واستراتيجي، لقينا في اصوات بتدخل في النص كده بتؤجج الوضع. الوضع بالفعل وضع دقيق للغاية، وضع لا يسمح الا ان احنا نصطف كلنا وراء قيادة سياسية حكيمة ورشيدة وقوية. ده الوضع الحالي اللي احنا فيه. الوضع الحالي يستدعي الحكمة والرشد بجانب القوة، زي ما كان محمد بيتكلم عن استعراض تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة تبع الجيش الثالث الميداني. هذا الاستعراض في هذا التوقيت تحديدا وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت تحمل الحقيقة عدة رسائل للداخل وأيضا للخارج. هذه الرسائل أعتقد أنها تم تلقيها بشكل جيد جدا، ويعني واللي احنا شفناه أيضا كلمة سيادة الرئيس هي رسائل طمأنة لينا احنا بالداخل، ان احنا قادرين ان احنا نحمي حدودنا، قادرين ان احنا نحمي امننا القومي، قادرين ان احنا نحمي ارض مصر، وللخارج ايضا ان احنا كمان قادرين على حماية امننا القومي بكل قوة. فارجو من حضراتكم، الوقت بالفعل دقيق جدا، لا يتحمل اي مزايده ولا اي تحليل غير مدروس، ولا حتى صحيح. يعني اي محاوله لابداء الاراء الغير مدروسه. اعتقد الكل دلوقتي من كل المنابر الاعلاميه موجود دلوقتي بيحاول يشرح على قد ما يقدر، حتى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل مناسبه حاليا بيخرج علينا فيها بيشرح بالفعل الوضع بكل دقة، حتى بكل سهولة وسلاسة، إن أي حد يقدر يتلقى الوضع ويفهمه بمنتهى البساطة. أتمنى بس إن فعلا كلنا نتعامل ونتلقى كل معلوماتنا من الجهات الموثوقة، الجهات الموثوقة بعد إذن حضراتكم.